تزامنا مع اليوم العالمي للإذاعة، نظمت إذاعة شارقة تابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بحضور سعادة محمد حسن خلف المدير العام حفلا بهذه المناسبة التي تصادف 13 من فبراير وتحتفي بها دول العالم. اليوم العالمي للإذاعة هو مناسبة للاحتفاء بالدور الهام التي تقدمه هذه الوسيلة المسموعة للجمهور، واليوم سنستعرض أهم إنجازاتها. فبالحديث عن إنجازاتها، كان لابد من العودة بالزمن إلى الوراء، حيث كان افتتاح إذاعة الإمارات من الشارقة في أغسطس عام 1972 ليكون أول جهاز إعلامي حكومي، محققاً بذلك أهدافها في أن تكون وسيلة للتواصل مع الجمهور ونقل الرسائل المجتمعية. ومع التطور التقني الذي صاحب نقل موجات الإذاعة، جاء افتتاح إذاعة الشارقة بحلتها الجديدة وبمضمون ورسالة أشمل. سيكون هناك اعتناء بالقضايا المحلية التي ربما بنبشها واستعراضها يكون فيه خير لهذا المجتمع. وها هي الآن وبعد مرور 49 عاماً، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحتفل بهذه المناسبة عرفاناً بجهود موظفيها وتشجيعاً لهم ولحثهم على الاستمرار ومواكبة جميع التطورات المحيطة بهم، مع تكييف خدمات جميع إذاعات الشارقة المختلفة مع هذه التطورات. هذا الاحتفال دافع لها لإعطاء المزيد من التطوير والابتكار لدعم هذه الوسيلة التي لا تزال حية في قلوب الجميع، فهذه الوسيلة لم تندثر. جهاز الإذاعة هو الجهاز الإعلامي الأقرب للجمهور والأسهل للجمهور للتواصل من الطرفين، من تواصل من الإذاعة في بث الرسائل والمعلومات واستقبال ردود الأفعال وتواصل الجمهور. في اليوم العالمي للإذاعة لازلنا نلاحظ بأن الإذاعة هي وسيلة إعلامية رائدة مع تواجد الإعلام الرقمي الحديث، إلا أن الإذاعة لا تزال صامدة، وسعداء جدا اليوم بالاحتفال بهذه المناسبة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. تنوع قنوات البث في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون يقابله تنوع في المحتوى، سواء بملامستها للجمهور بشكل أقرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مواكبتها للأحداث والفعاليات كالفعالية التي تقام حالياً وهي المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، فالمستمع بإمكانه معايشة تلك الأحداث من خلال الصوت، فالصوت في بعض الأحيان أبلغ من الصورة.